انا لو جاي لحضرتك حتى لو في خناقه تحت عارف ان البي قوي هيقول لي العيال هش يلا انت وهو خلاص بعيد عن صلاح، انما انت قاعد بتقول له تعالوا طب هنعمل ايه ازاي حوالكم ده الدكتور صلاح حبيبنا، يقول له لا مش حبيبنا. طب ده كلام، طب انا اجي لك ليه ان شاء الله وانت قايل له وانت جاي يا ريت والنبي تجيب الغداء بتاعك وبتاعي، ما انا جاي بفلوسي انا جاي استثمر، خد بال حضرتك اللي جاي ده جاي استثمر، السائح اللي جاي ده المصنع الوحيد على مستوى العالم الذي يعمل بعد دقيقة من بداية التفكير في المصنع هو السائح. السائح بيقطع تذكرته يا سيد الفاضل في بلده على الشركة بتاعته مش كده؟ أول ما ينزل من الطيارة خد تاكسي راح الفندق، المصنع ابتدى ينتج فلوس مش كده؟ ولا غلط؟ بتاع التاكسي قبض، قعد في الفندق وطلب واحد شاي مش دافع الثمن؟ جورنال مش دافع الثمن؟ ولا غلط؟ العربية والنبي روحوا هاتوا له علان، المصنع اشتغل، أنت المصانع عندك واقفة وانت مش عامل حسابك وقاعد بقى. يعني ما الحل يا دكتور؟ يد قوية، القانون يعلو ولا يعلى عليه، اعلان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية، عمل كوتشينا باعضاء تنظيم الدولة توزع في جميع دول العالم للقبض عليهم، عمل مكافأة 10,000 جنيه للقبض او ابلاغ عن اي ارهابي موجود، اشغل فرقة موجودة بدل الناس ما قاعدة برة كده، امسك اخواني مش ارشد عن اخواني، امسك اخواني مكافئته 10,000 جنيه، نلم فلوس من السعودية والامارات والكويت 2 مليار دولار يدفعوهم عشان نتخلص من المصيبة السوداء دي، صانع دي نبتدي نرجعها للشغل تاني، اعمل حد ادنى وحد اقصى للاجور بجد، اشيل المستشارين اللي موجودين عند الدولة بجد، اقلل السفارات اللي موجودة عندي بجد، الثروة المعدنية والمحجرية بتاعت مصر اللي هي الدولة الثالثة على مستوى العالم بتدخل للخزانة العامة 60 مليون في وقت حقيقته هو اللي انا ببيعه 25 مليار، ازاي حاجة ب 25 مليار ربع لك 60 مليون؟ ازاي؟ ضد المنطق. 25 مليار؟ طبعاً. انت حضرتك بتتحاسب النهاردة الثروة المعدنية والمحجرية بتتحاسب وفقا للقانون 86 لسنة 56. انت سمعت على المليم؟ كان في عملة في مصر زمان اسمها المليم، تسمع عليها حضرتك؟ لا مش ما توعش عليها. المليم ده الجنيه 1000 مليم، تمام يا فندم؟ انت النهاردة سنة 2013 24 ديسمبر 2013 عيد النصر بتاعنا ده، انت بتبيع للحجر الجيري الطن ب 19 مليم اللي بيعملوا منه اسمنت ويبيع لك الطن ازيد من السعر العالمي، ده كلام؟ طب اين الرقابة يا دكتور صلاح؟ انت يا سيد الفاضل السؤال، انت عندك رغبة في الحل ولا ما عندكش؟ طب انت ترى ان هناك رغبة في الحل؟ لا ارى ان في رغبة في الحل، الاشكال دي مش عاوزة تحل. كلام مقفول يا بيه، اللي عاوز يحل يكون حل بالاول. طب لكن هناك ايضا، طب انا النهارده يا بيه هدي لحضرتك بس ايه ملحوظه كده سريعه بعد اذنك. تفضل. احنا عندنا وظيفه في الدوله هنا اسمها المستشار الاعلامي لرئيس الجمهوريه، ولا انا فاهم غلط؟ بالضبط، هناك مستشار اعلامي لرئيس الجمهوريه السيد احمد المسلماني. الله اكبر، كلام تسمع كده الاسم ده تتخض بنطلونك يقع مش كده؟ ده بيشتغل ايه حضرتك النهارده؟ بيعمل ايه حضرتك؟ بيدير الحوار السياسي مع الاحزاب. سيادتك المستشار ايه هو؟ الاعلامي، بيدير حوار سياسي. طيب عندنا واحد تاني اسمه المستشار السياسي الرئيس الجمهورية، دكتور مصطفى حجازي. كويس قوي، هو اللي بيحضر المؤتمرات الاقتصادية نيابة عن مصر. عندنا واحد تالت اسمه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دكتور زياد بهاء الدين. كويس قوي، هو اللي بيقوم حامل معاه ملف المصالحة مع النظام السابق والأسبق. عندنا واحد اسمه وزير التعليم العالي، دكتور حسام عيسى. كويس قوي، هو اللي بيتكلم في الحد الادنى للاجور. احنا تشبع علينا البقر، انا مش عارف من مين. طب لكن الحكومه دكتور صلاح، يعني رئيس الدوله السيد عدلي منصور ده رئيس الدوله المؤقته بيه، لا نحمله اكتر. انا حضرتك نعم فاهم ذلك، لكن هو اعلن عن مجموعه من المشروعات يا منها يا فندم مشروع قناه السويس. البرنامج بتاع حضرتك ده يومي، نعم مش كده؟ سعادتك اسبوعي مثلا، يومي، نعم زي ما يكون سعادتك المذيع المختص بيه، لا قدر الله المك مصاب في البطن غبت يوم، جه صلاح يحل محلك، اغير خريطه البرنامج. انت عامله مثلا بتجيب حوار وضيف، اقول لا احنا نجيب كتاكيت ونلعب بيها، لا ده انا اجيب اطفال اعمل، ينفع؟ لا طبعا. متشكرين، انا امشي على النسق بتاع حضرتك كده لان انا جاي حلقه وماشي، انما سعادتك المين الرئيسي ما عولش على رئيس الدوله المؤقت، اصل المفروض ده مش شغلته، ده جاي كده يبقى رمز للدوله،
لما يجي رئيس دوله من بره لما يجي يقول اخاطب شعب مصر اخاطب هذا ينطبق على اقول له خاطب يعني ما يقال يعني لا قد ترد الحكومه الحكومه يعني تفرق عن رئيس الدوله المؤقت. انا يا بيه قال اسمها قال انت لما بتشوف امين شرطه الناس اللي في النجوع والقرى والكلام الفقيره الناس الغلبانه الفقيره يقول لك ده الحكومه مش كده على امين الشرطه نعم. عصى الشرطه هو ده الحكومه يقول لك يا عم ده الحكومه جت مسكته تقول له ده الشرطه اللي يقول لك لا ده الحكومه اللي جت خدته صح. انا رئيس حكومه جمهوريه مصر العربيه مفيش حاجه اسمها مؤقته في الحكومه مؤقت يا بيه انت هنا الاستوديو دكتور صلاح بالمناسبه انا لا دافع عن الحكومه انت ولكن انا اريد وجهه النظر الاخرى بالضبط يعني هذه طبعًا. وجهه نظر الحكومه طبعًا. يعني فكي يكون الحوار متوازنا وواضحا وموضوعيا لابد من نقل طبعًا. وجهه النظر الاخرى اقول لحضرتك على حاجه انت نعم. الاستوديو هنا 100 واحد مثلا نعم. اثناء العيد يبقى الناس اجازات ده سافر ده بياكل بط ده بياكل كحك ربنا يوفق بنعمل كده حاله ايه مؤقته كده يبقوا 15 واحد يديروا المحطه ولا غلط؟ نعم. طيب لما تكونوا انتوا 100 واثناء العيد اثناء الانتقالي الحاجه الاستثنائيه تبقوا 120 واحد يبقى انت مؤقت؟ نعم. لا مش كده برضه؟ تماما. حكومه هشام قنديل 32 وزير سعادتك 36 وزير ده انا مؤقت اجيب 12 وزير يدوروا الدوله ولا غلط؟ يبقى انت جرب تقعد معانا وتاكل وتشرب وتلبس وتقلع وزي الفل ما تقوليش انا مؤقت بقى. طيب يعني دعني انتقل دكتور صلاح الى فكره مهمه وهي ما ذكرته منذ قليل محور قناه السويس هذا المشروع العملاق الذي يعني يبني المواطن المصري امال كبيره جدا على هذا المشروع يعني لو تحدثني عن هذا المشروع وعن يعني الخطوات المبدئيه التي تم تنفيذها في هذا المشروع باختصار شديد نعم. قناه السويس تم البدء التفكير في حفرها 1859 في عهد الخديوي سعيد تم افتتاحها 1869 في عهد الخديوي اسماعيل من 1869 لحد النهارده بتتكلم انت حضرتك في 143-144 سنه مصر تتعامل مع قناه السويس على انها كمساري اتوبيس كمساري اتوبيس يعني اللي يركب اقطع منه التذكره ويعدي القطارات بتاعت البلاد وبتاعت زمان كده واللي موجوده ولحد دلوقتي القطر كده والاتوبيس القديم تلاقي فيه ناس ماشيه بتبيع اساتك وبتبيع بنس وبتبيع مشابك مش كده بقوا نعناع نعم. وبتاع بطايق للمحافظ وخلافه دولت مفروض مش كده برضه تمام على كل محطه اتوبيس تلاقي كشك موجود يبيع جرايد ويبيع لبان ويبيع سجاير ويبيع مش عارف نداغه وكروت محمول واي كلام من ده مش كده احنا حتى لم نتعامل بهذا المفهوم اللي هو منخفض الفكر احنا بنتعامل معاكم سريع يقطع التذكره ويعدي اللي عندنا تموين للسفن ما بمونهاش انا من هنا ولا صناعه سفن ولا صناعه سفن الاول طيب ولا تخريج للسفن ولا صيانه للسفن يعني انت لو المركب بتاعتك وقفت بتقوم راكن على جنب داخل بورسعيد او داخل الترسانه تبعت توديها كوريا تتصلح وتيجي